السلام عليكم. على الرغم من المأساة الإنسانية الواسعة التي تعيشها اليمن منذ الانقلاب والاجتياح، لم يبلور المجتمع المدني مشروعا قادرا على الاهتمام بالشأن المدني والإنساني في أصعب اللحظات المدنية والإنسانية التي تعيشها بلادنا. يرجع مراقبون أن الفعاليات المدنية في الداخل وفي الخارج رغم أهميتها وحيويتها، لكنها لا تحظى بإسناد رسمي يعزز استقلاليتها وديمومتها في سبيل ترسيخ قيم الدولة المدنية الحديثة ومناهضة الانتهاكات بحق المدنيين من أي طرف كان. إجهاد وإجهاض الدور المدني أو الموازي للدبلوماسية الرسمية لصالح المحسوبية الحكومية والانتهازية السياسية، وكذلك الخلل المؤسسي وغياب الأولويات الديمقراطية في الحكم، جميعها أضعف الدور المدني والمؤسسات المدنية ولم يعزز دورها واستقلاليتها. الحالة المدنية المدنية الأخرى تعيش بين مد وجزر، خصوصا في ظل الانقسام الواضح في الوسط المدني وتغير التوجهات، خصوصا الأطراف التي لم تقل كلمتها بشكل واضح تجاه الانقلاب والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان. وهنا نتساءل، هل تجد الفعاليات المدنية الإسناد واحترام استقلاليتها من قبل الجهات الرسمية؟ وهل تشكل الحالة المدنية صورة من صور الدبلوماسية غير الرسمية للتعريف بالقضية اليمنية أمام العالم؟ حول هذه الأسئلة مشاهدينا الكرام ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. نذهب بداية لمشاهدة هذا التقرير. الواقع المظلم للدبلوماسية اليمنية الذي خلفه انقلاب 21 من سبتمبر أدى إلى أزمة انقطاع العلاقات الخارجية لليمن، الأزمة التي ألقت بظلالها على هذا السلك الخصب بشقيه الدبلوماسي الرسمي والدبلوماسي المساند من الممثلين الفاعلين في المجتمع المدني خارج اليمن. تمكنت الفعاليات المدنية اليمنية خارج اليمن من عمل حراك جيد نقل للرأي العام الدولي جزءاً مما يجري في اليمن وطبيعة الصراع منذ الانقلاب على العملية السياسية التي كانت برعاية دولية. أسهمت تلك الفعاليات النوعية في تثبيت المواقف الدولية المؤازرة لمشروع استعادة الدولة في اليمن وفق المرجعيات الأساسية، وساهمت في لفت أنظار المجتمع الدولي تجاه المأساة اليمنية بكل أبعادها، خصوصاً البعد المدني والإنساني. على الرغم من نشاطها الطوعي في إيصال رسائل اليمنيين الذين يتمسكون بالمرجعيات المعتمدة دولياً والتي تشكل مرجعيات أساسية للسلام، لا تبدي الجهات الرسمية اهتماماً بتلك الفعاليات والشخصيات والهيئات. يرى متابعون أن إجهاد وإجهاض العمل المدني المساند للدبلوماسية لصالح المحسوبية الحكومية يعثر من خطى تلك الجهود، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بالفعاليات التي يراها البعض عبورا لأشخاصهم لا عبورا للقضية. الوجه الحقيقي للحالة المدنية في اليمن يتمثل بتلك الفعاليات التي تشكل حلقة وصل بين ما يدور في اليمن وما يصل للرأي العام الدولي عن حقوق الإنسان في حالتي الحرب والسلم. الخلل المؤسسي وغياب الأولويات الديمقراطية في الحكم أضعف الدور المدني والمؤسسات المدنية، خصوصا تلك العاملة في المجال الدولي في كل من أوروبا وأمريكا على وجه التحديد. إذا مشاهدينا الكرام، تنضم معنا عبر سكايب الأستاذة لطيفة علي الناشطة الحقوقية من نيويورك. مساء الخير أستاذة لطيفة. مساء الخير، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك. كما سينضم معنا عبر الهاتف بعض الضيوف، نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان، والأستاذ غمدان اليوسفي وكذلك الأستاذ نبيل الأسيدي. مرحبا بكم جميعا. أستاذة لطيفة، لو بدأنا بالحديث عن الفعاليات المدنية التي تعمل على كشف الانقلاب وجرائمه بين الإسناد وبين احترام استقلاليتها من قبل الجهات الرسمية، كيف تقيمين الوضع؟ بداية نقول أنه كما يعلم الجميع نحن في عامين وأكثر من الحرب، والحكومة الشرعية بكل طاقمها الحكومي الذي فاق الطاقم الحكومي لقارة مثل قارة أمريكا يعني لم تفكر ولو لوهلة أن تقيم أو تعيد تقييم أدائها الدبلوماسي الخارجي ونحن في حالة حرب. بالنسبة في مصطلح أو المتداول في المصطلح الذي هو مصطلح الدبلوماسية الشعبية أو الموازية، الذي أصبح الآن في العصر الذي نحن فيه، عصر الميديا، أصبح سلاح فعال وناجح. حتى أن الدول الغربية التي لها السطوة والسلطة السياسية والمادية والإعلامية تتخذ منه أحد الوسائل لرد سياستها الخارجية، بينما الحكومة الشرعية لم تفكر أنه برفض
سياستها الذي أثر بالأساس هي سياسة فاشلة كما أثبتت العامين من الحرب الذي مضت على اليمنيين. وبدلا أن تقوم بدعم وإسناد المجتمع المدني وردفه بالإمكانات، لكن كما هو ملاحظ للجميع أن الحكومة الشرعية للأسف تحوي فيما حولها هو مجموعة من الانتهازيين، مجموعة من الوصوليين، وهؤلاء لا لسوا مؤهلين لأداء الرسالة الدولية. السلطة أو الدبلوماسية أو المصطلح الدبلوماسية الشعبية كما ظهر على يد أحد الأمريكيين يدعى إدموند جوليون، يقال أن هذا المصطلح، نعم تسمعيني؟ نعم أسمعي تفضلي. هذا المصطلح كوني نشأ في أمريكا واستخدم استخدام واسع في عهد ريغن، حتى أن في عهد ريغن بدأ في استخدام سياسة الاجتماع في الكونغرس الأمريكي وعبر المنح الدراسية وعبر الضمان وعبر الصحافة، وشهد نشاطا فيما بعد أحداث سبتمبر، حتى أن أحد المقابلات التي تمت لجورج بوش اليميني المتطرف على أحد القنوات الأمريكية ABC كان يقول أن جهودنا الدبلوماسية الشعبية ليست قوية مقارنة بالجهود الدبلوماسية الرسمية لأولئك الذين يرغبون في نشر الكراهية والحط من قدر الولايات المتحدة الأمريكية. هذه دولة كدولة في الدولة الأمريكية وتعنى بهذا الشأن الجهود الدبلوماسية الموازية. قال هذا المقولة عقب كارثة تسونامي التي كان الولايات المتحدة كانت تقدم الكثير من المساعدات إلى في آسيا في ذلك الوقت، كان شرط دبلوماسي موازي لتبييض صورة أمريكا الخارجية، بينما الحكومة الشرعية تستنزف طاقتها بماذا؟ بجمع حولها من المجموعة من الانتهازيين ومجموعة من الوصوليين، وبالتالي فإن الرسالة التي يجب أن تصل للعالم وتكوين رأي أوروبي أمريكي ضاغط في مثارة القضية اليمنية لم يصل حتى اللحظة. نعم، إذا يعني هل وضحتي لنا ما مدى يعني الحالة المدنية التي تتحدثي عنها كصورة دبلوماسية غير رسمية، ما مدى يعني ما قدمته للتعريف بالقضية أمام الرأي العام العالمي طبعا؟ أولا نحدد ما هي أدوات الدبلوماسية البديلة. المعروف أنها عبارة عن برلمانيون، البرلمانيون، الصحافة، الأحزاب السياسية، الناشطون السياسيين المستقلون، هذه الأدوات. السؤال ما مدى استخدام الحكومة الشرعية في حالة الحرب التي يعيشها اليمنيين، المأساة التي يعيشها اليمنيين، لاستخدام هذه الأدوات على مستوى الدبلوماسية، على مستوى السفارات. سؤال مباشر وموضح لكل السفارات في داخل أوروبا وفي داخل آسيا وفي داخل أمريكا، ماذا قدمت السفارات لإيصال القضية اليمنية عبر إما المنظمات الدولية في تكوين رأي أو عبر السفارة بشكل مباشر؟ هناك أحد الأدوات الذي هي مثلا تكوين مراكز البحوث والدراسات، لدينا الصحافة والإعلاميين. القضية اليمنية في داخل أمريكا، نحن لا نتحدث عن الجانب كوننا موجودين في داخل أمريكا، حتى اللحظة وفي عامين من الحرب لا نجد أي نشاط، وأقولها هنا ونحن معاصرون ومواكبون لها للحرب في عامين في داخل أمريكا، لا نجد أي نشاط موازي أو غير رسمي داعم للمجتمع المدني في داخل أمريكا. نعم، إذن لو تحدثنا عن الدبلوماسية بشكل يعني ربما أدق أستاذة لطيفة، خاصة يعني في المنطقة التي أنت فيها، كيف تقيمين أداءها مقارنة بأداء يعني الهيئات الرسمية يعني الفعاليات المدنية الموازية أو الدبلوماسية الموازية التي تتحدثين عنها الشعبية؟ سيكتشف المتابع والمتابع سواء في الداخل أو في الخارج، سيكتشف عدم فعالية وعدم وجود النشاط الموازي أو الداعم للدبلوماسية الرسمية من خلال الطرف الآخر. الطرف الآخر النشاط، الطرف الانقلابي. الطرف الانقلابي متواجد في داخل أوروبا، متواجد في داخل أمريكا، يصل إلى مجلس الأمن، يصل إلى المنظمات الدولية، بينما الطرف الشرعي الذي تدعمه يتمه المجتمع الدولي بقرارات أممية ويدعمه الإقليم ب14 دولة عسكريا وماديا وماليا، لا وجود لهم. إذا هذا السؤال يطرح نفسه، لماذا إذا يصلون أستاذة لطيفة؟ لماذا يستطيع الطرف الآخر الوصول إلى هذه الأماكن بينما منظمات مدنية يفترض بها الحيادية لم تستطع الوصول؟ لديهم جهاز قوي، جهاز لوجستي، لديهم جهاز مادي داعم،
ولا ننسى أنهم متغلغلون من منذ أعوام أو قرون ثلاثة قرون بفعل الأداء السياسي لعلي عبد الله صالح ومنظومته السابقة، بينما الحكومة الشرعية عندما يتوجه إليها فريق من المجتمع المدني أو الناشطين المدنيين بفكرة ما أو عرض ما تذهب به إلى الأدراج ويظل في حبس الأدراج. نعم، إذن ينضم معنا أستاذة لطيفة، ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان لشؤون التعاون الدولي من القاهرة. مساء الخير أستاذ نبيل. مساء النور أختي العزيزة. أهلا بك أستاذة نبيل. وضعت الأستاذة لطيفة علي وهي ضيفتنا من نيويورك مجموعة من التساؤلات عن دور الجهات الرسمية في إيصال المعاناة والصورة الإنسانية الصعبة في اليمن للعالم. أنتم في الوزارة كيف تسهمون في تدعيم الفعالية المدنية غير الرسمية، يعني المنظمات المدنية التي يعني تقدم رسالة واضحة لمجلس حقوق الإنسان للمجتمع الدولي والتي تقام في الخارج؟ طبعا أنا لم أستمع إلى حديث الأستاذة لطيفة إلا في الجزء الأخير من حديثها. أستطيع أن أقول أنه يعني بالفعل كان في الفترات الماضية هناك توجه سياسي لإضعاف مثل هكذا مرافق حكومية لوزارة حقوق الإنسان من أجل أن تكون عملها غير فاعل وأدائها ضعيف. نحن حاولنا في الفترات الأخيرة في إطار عمل وزارة حقوق الإنسان أولا أن نتحرك إلى المجتمع الدولي وأن نستطيع أن نوصل رسائلنا وتقاريرنا الدورية إليهم. نحاول أن نتواصل مع منظمات المجتمع المدني المحلية، قد عقدنا عدد كبير من اللقاءات في المحافظة أمانة العاصمة عدن مؤقتة. نحاول أن نلتقي بأيضا أكبر عدد ممكن من المنظمات سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي. لا ننكر أن لدينا أن إمكانياتنا ما زالت شحيحة، ولكن نحاول في إطار الإمكانيات المتاحة أن نحقق ما نستطيع عمله من إيصال رسالتنا وتواجدنا في إطار المحافل الدولية. لدينا الآن في الفترة القادمة بعد 5 أيام سيكون لنا هناك مؤتمر سيعقد في العاصمة المصرية القاهرة مع الجامعة العربية، وسنحاول أن تكون تقاريرنا معدة ومجهزة لشرح الوضع الحقوقي والإنساني في اليمن. نعم أستاذ نبيل، يعني هناك من يطرح ألا تعاون يبذل من قبل المؤسسات الحكومية مع الفعاليات المدنية لناشطين وناشطات في الخارج، ما رأيك؟ لا أعتقد أن هذا الطرح يعني منصف. قد يكون هناك ضعف في التواصل أو في هذه الفعاليات، ولكن نحن نؤكد أكثر من مرة بأننا على استعداد كامل لبذل كل ما نستطيعه من عمل مشترك وجهد مشترك. تقدمنا بالفترة الأخيرة بعدد من الأعمال للجهات الدولية نطالب بدعمها وتحريكها، مثلها يعني مثل إنشاء مركز للرصد والتوثيق في العاصمة عدن، من ضمنها إنشاء مركز لتأهيل ضحايا الحرب من الأطفال والنساء، وفي كل المشاريع التي تقدمنا بها لجهات دولية في هذه المشاريع أننا لا نريد أن تكون هذه المشاريع تحت إدارة وزارة حقوق الإنسان فقط، ولكن تكون بإدارة مشتركة ما بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني حتى يكون العمل أكثر توسعاً وأكثر فاعلية. نعم، ربما طرحت الأستاذة لطيفة مجموعة من النقاط أسمتها بأدوات الشرعية يعني غير يعني التي يمكن استخدامها من أجل إيصال رسالتها في حال ضعف، يعني وضعت البرلمان والصحافة الإعلام وأيضا منظمات المجتمع المدني، يعني وتساءلت ما مدى استخدام الشرعية لإحدى أدواتها وفي الخارج خاصة السفارات، ما مدى تواصلكم مع السفارات في مختلف البلدان التي ربما تقيم فعاليات للطرف الآخر؟ ربما هناك سفارات يعني ما زالت لم توصل رسالتها بشكل واضح مع الشرعية. أنتم يعني وزارة لحقوق الإنسان، ما هو دوركم في مثل هذا الأمر، إيصال يعني ملفات حقوق الإنسان لأكثر من دولة عبر السفارات على الأقل؟ نتحرك بشكل جيد في هذا الشأن، ولدينا عدد من الملفات قمنا بالتفاعل معها عبر وزارة الخارجية والسفارات اليمنية في العواصم
الإقليمية أو الدولية. ولدينا على سبيل المثال يعني في العام الماضي كان لدينا قضية مقتل إحدى الطالبات اليمنيات في القاهرة، وقمنا بدور كبير في هذا الموضوع حتى إيصاله إلى القضاء والمحاكمة العادلة. لدينا الآن مجموعة الطلبة اليمنيين الذين تم الإبلاغ عنهم عن طريق أحد الطلبة الحوثيين في بيروت، وقمنا بالتفاعل بهذا الموضوع وتواصلنا مع سفيرنا في بيروت. لدينا نفس الشيء، هناك مجموعة من القضايا تحدث ما بين تارة وأخرى في بعض العواصم، ونقوم بالتحرك لمجرد أن تصلنا أي بلاغات في هذا الشأن، ونتحرك بالتأكيد عبر الأدوات الرسمية سواء كان عبر وزارة الخارجية أو السفارات المختلفة، كما نتعامل أيضا مع قضايا الانتهاكات عبر اللجنة الوطنية لرفض الانتهاكات أو عبر وزارة العدل كثير من المرافق الحكومية. نفس الشأن نتعامل أيضا مع منظمات المجتمع المدني بأنها الذراع الحقيقي لتفعيل الجانب الحقوقي على المستوى على الأرض وعلى الواقع، ولذلك نحن ندعوهم دائما على للعمل المشترك وللتواجد معنا في كل المحافل الدولية والإقليمية. نعم أستاذ نبيل، إذن يعني هل حدثنا عن هذه المنظمات التي تواصلتم معها وما مدى تفاعلها معكم؟ لدينا مثلا التحالف اليمني للرفض، وهو تحالف مكون من عدد من المنظمات، ونقوم بالتواصل الدائم ونحضر معا في الفعاليات في جنيف وفي بعض الفعاليات الأخرى. لدينا أيضا بعض المراكز الإعلامية التي نتواصل معها لإرصادها بالمعلومات أو بالمواضيع التي تصلنا على الجانب الحقوقي وفي الجانب الإنساني. لدينا أيضا شبكة تواصل مستمرة عبر ما يسمى بقنوات التواصل الاجتماعي. لدينا أكثر من موقع في التواصل الاجتماعي نتواصل فيه مع عدد كبير من المنظمات، مثل الملتقى الحقوقي، مثل منظمات المجتمع المدني في جنيف، وهكذا. يعني هناك أكثر من موقع نتواصل بالمعلومات ونعمل عملية مشاركة مستمرة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان لشؤون التعاون الدولي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. عودة إلى الأستاذة لطيفة علي هذه المرة عبر الهاتف. أستاذة لطيفة، يعني إذن كيف تقيمين أنت أداء الدبلوماسية يعني الرسمية في نيويورك، خاصة يعني بتعاونها معكم أنتم كهيئات غير رسمية؟ دعيني أشير بالبداية آسيا إلى ما أشار إليه الأستاذ عبد الحفيظ من الحجة المعتاد الذي حجة الإمكانات الشحيحة. يعني أعتقد أن هذا يعني استفزاز المتلقي، وهو كشف الفساد الحكومي البين. أي عن أي إمكانية تتحدث الأخ أو الأستاذ عبد الحفيظ أو أي مسؤول حكومي في الدولة؟ الإمكانيات الشحيحة هذه ليست إلا فقط لما يخص إيصال القضايا صوت القضية إلى الخارج، أو فيما يخص فعلا إنهاء الحرب ومعاناة اليمنيين، لكن هذه الإمكانيات الشحيحة ليست صحيحة بل هي سخية جدا. حينما يكون هناك 24 وكيل، وحينما يكون هناك وزراء سياحة، وحينما يكون هناك وزراء بغض النظر عن ذلك، حينما يكون وزراء السياحة في دولة حرب، بدأ أن يكون هناك بعدين أن يكون نعم أستاذة لطيفة، لكن يعني ربما الأستاذ نبيل ليس معني بهذا الأمر، يعني ليس هو من يقوم بتعيين هؤلاء. فعلا هناك إشكالية حقيقية، وقد تحدثنا ربما أكثر من مرة في المساء اليمني أن هناك يعني إفراط في وجود العديد من الوزراء التي البلد ليست بحاجة لهم في هذا الوضع الكارثي. حدثيني يعني أن هناك من يقول أن يعني دور السفارات ربما أصبح أفضل حالا في الوقت الأخير، يعني خاصة في مدى تفاعل وزارة حقوق الإنسان مع يعني دورات مجلس حقوق الإنسان الذي يعقد دوريا. هل خرجت عن دورها المأمول في تبني قضية اليمنيين في الخارج؟ ما مدى صحة ذلك؟ يبدو أننا فقط من باب الإنصاف. نعم تفضلي، ما زلتي معنا. بالنسبة للتقييم كما تريدين آسيا أو كما يريد التقييم، هل السؤال هل ما يتم من عمل دبلوماسي أو عمل على مستوى الجبهات أو على مستوى الاقتصاد، هل هو يوازي ما معاناة الناس لأكثر من عامين للتضحيات التي قام بها الناس؟ نحن بحاجة إلى أحد المسؤولين المحترمين، إذا كان هناك ما زال هناك مسؤولين يحترمون أنفسهم، هل هم يحترمون تضحيات الناس؟ هل هو بمدى سقف التضحيات التي قدمها الشعب من بداية ثورة فبراير وحتى الآن؟
أن الهزيمة السياسية التي نحن منينا بها ليست الهزيمة العسكرية أمام الحوثيين وصالح، الهزيمة السياسية هي هزيمة الفساد السياسي المتفشي في حكومة الشرعية. إذا ما استطعنا القضاء على هذا الفساد السياسي فإننا قد نصل إلى 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 حل هذه الأزمة السياسية. نعم. إذا أول برأيك أستاذة لطيفة أين تكمن المشكلة بالضبط؟ يعني هل يعقل أنه خلال عامين لم يكتشفوا أن هناك فساد يتم، لم يتم الاكتشاف أن هناك يعني ترهل في هذه الحكومة التي ربما ليست البلد بحاجة إليها الآن؟ أين تكمن المشكلة برأيك؟ الفساد السياسي مستشري كون هذه منظومة فساد يعني أصبحت كأنها إرث توارثنا وأصبح متشبع، أصبحت كأنها ثقافة شعبية. حتى للأسف الشديد أن هذا الفساد السياسي مستشري في المنظمة المدنية، لم ينجو حتى المنظمة المجتمع المدني ولا شباب الثورة ولا بعض شباب ثورة فبراير من هذا الفساد السياسي المستشري. إذا نحن أمام منظومة فساد لن يكون الحل إلا بإعادة تقييم المنظومة القيم الأخلاقية للمجتمع اليمني كي ننجو من هذه الورطة التي نحن فيها. ورطة الحرب لحالها ورطة، لكن المرطومة ورطة الفساد الذي نعاني منه هي أكبر من ورطة الخير اللي وضعنا فيها الحوثي وخطف الدولة. نعم. من سيقنن هذه منظومة الفساد أستاذة لطيفة؟ يعني إذا كان يعني كما أشرتي الجميع أصابتهم لوثة الفساد بما فيهم يعني بعض شباب فبراير بما فيهم يعني حتى في على مستوى المقاومة، هناك أحاديث كثيرة تشوب رجال المقاومة، يعني أكثر من طرف ربما عهدنا إليه بمستقبل البلاد، ولكن نجد أن اللغط يدور حولهم. لذلك هنا دور الإعلام آسي، الإعلام المرئي والإعلام المكتوب، دور المثقفين، دور البقايا، دور البقايا المثقفين والمفكرين الذي في اليمن، الذي لازل نأمل أن هناك منهم لم يتلوث بهذه اللوثة الأخلاقية التي شابت المجتمع بكامله. هذه يعني صحة المجتمع المدني هي ما تصحح مسار العملية السياسية. العملية السياسية لن تنتصر كما قلت، وأكرر أن الفساد مستشري منذ رأس الدولة حتى أسفل رأس الدولة. المنظمة المدنية سواء في الخارج، المنظمة المدنية سواء الذي موجودة في الداخل، بحاجة إلى إعادة هيكلة قيمية، تعيد ترتيب أولوياتها. الآن مثلا في محافظة الجمهورية، في المحافظة المحررة هذه ليست بلا رواتب، كيف نتوقع من مجتمع مدني تحت ضغط الحاجة، تحت ضغط العوز أن يباشر ويعامل ويؤدي عمله كما يجب؟ هذا أصبح أن بعض المنظمات المدنية رهينة للخارج، رهينة المنظمات الأخرى التي ستدفع، التي ستصل الصوت إليها. إذا نحن أمام يعني كل ملخص العملية السياسية والفساد السياسي أو كل ملخص قضايا اليمنية يعود إلى البور الأساسي والفساد السياسي. على اسمحي لنا أستاذة لطيفة أن ينضم معنا في حوارنا هذا الأستاذ غمدان اليوسفي الصحفي من هولندا. مساء الخير أستاذ غمدان. اهلا وسهلا، مساء النور. اهلا بك معنا استاذ غمدان. بدايه، ما هو تقييمك للملف الحقوقي اليمني في الخارج؟ يعني اذا اتينا الى تقييم الملف الحقوقي فالتقييم اساسا سيبدا من الخبره، يعني خبره الوسط الحقوقي اليمني الذي يعني يعمل منذ فتره طويله والذي تشتتت مشاربه وافكاره وقناعاته خلال الفتره السابقه. نحن ربما كان لدينا نواه لمجتمع مدني وليس مجتمع مدني حقيقي اذا جاز التعبير، كان لدينا نواه للبدء في العمل في الخارج. يعني إذا تحدثنا مثلا لنفترض عن جزئية بسيطة التي هي مثلا مجلس حقوق الإنسان في جنيف، والتي هي ممثلة أساسا بمنظمة يمنية واحدة، وهذه المنظمة يعني كان لها ربما ريادة في العمل الحقوقي في الداخل، وتم الاستبقاء على تلك المنظمة، هي التي تستطيع أن تستدعي بعض يعني الحقوقيين للدخول إلى المجلس، وغيرها يتم الآن فقط التنسيق مع منظمات أجنبية، منظمات يعني كما يحدث مثلا من الطرف الآخر يتم يعني الدخول بدعوات من منظمات تابعة يعني اللبنانية أو منظمات بحرينية أو منظمات يعني أساسا مبنية في الخارج. ربما هناك تراكم في العمل خصوصا من يعني للقوى الفاعلة يعني العاملة إذا جاز التعبير، العاملة مع
مع إيران يعني لديها حضور قوي في الخارج ويعني تواجد كبير على كل المستويات حتى المستويات القذرة منها، يعني نتحدث عن حقوقيين وحقوقية، يعني لا أتحدث عن الجانب اليمني فقط، أنا أتحدث عن كل ملفات المنطقة بما يتعلق بالبحرين وما يتعلق بالعراق وما يتعلق بلبنان وما يتعلق بسوريا، كل هذه ملفات مرتبطة مع بعضها، وهذه المنظمات عبارة عن لوبي واحد متواجد في الخارج يتم استغلال هذه المنظمات، ومنها متواجدة في أوروبا ومنها متواجدة في الولايات المتحدة الأمريكية ومنها متواجدة يعني في الداخل العربي، كل هذه تعمل بخبرات عالية، هذه الخبرات ربما يعني لديها تراكم على مدى سنين طويلة، نحن الآن دخلنا الحرب يعني بخلفية شتتت، هذه الخلفية الحقوقية تم تشتيتها بين طرفي الصراع، يعني ما بين الحكومة الشرعية وما بين الانقلابيين طيب. في الداخل برأيك أستاذ غمدان يعني في ظل هذا اللوبي الذي تتحدث عنه، هل تمكنت الشرعية من تقديم القضية اليمنية وطرحها بشكل واضح أمام المجتمع الدولي؟ الحكومة الشرعية لم تستطع تقديم يعني تقديم هذه الصورة الحقيقية لواقع الحرب، ليس لي يعني لي لي ربما يعني لا ألقي بكل اللوم عليها كونها أساسا هي حكومة وليدة لحظة وليدة صراع وليدة يعني منطق مؤقت، يعني على ضوءه تم محاولة اللحاق بضغط اللوبيات للطرف الآخر الذي هو متواجد أساسا يعني كان ربما يعمل بطريقة منظمة أكثر، بينما نحن يعني إذا نظرنا للواقع فنحن لدينا مجرد إدارة مؤقتة يعني سواء إدارة مؤقتة في الداخل لبعض المناطق التي حررت أو إدارة متواجدة في الخارج ليس لها تلك القدرة لا الدبلوماسية ولا الحقوقية على لملمة الملف، إذا تحدثنا فقط عن ملف السفارات لا يوجد لديها ميزانيات لا يوجد لديها رواتب، حاولت قطر أن تلحق يعني بهذا الملف الإنساني ودفعت الرواتب وما إلى ذلك، اليوم أيضا لدينا حقوق يعني ناشطين من الشباب الموظفين في السفارات يفترض أن يتم استغلال دورهم كونهم يعملون مع حكومة، ليس معيبا أن يعمل الدبلوماسي مع حكومته ويحضر بقوة، لكن هذا الدبلوماسي أيضا مهدد بأن سنوات إقامته في هذه الدولة أو في تلك يعني قاربت على الانتهاء أو انتهت، فبالتالي هو مهدد بالعودة إلى العاصمة صنعاء وهو أساس يعني منهم من ظهر في الصورة ولا يستطيع العودة إلى صنعاء ومنهم من لم يستطع أن يظهر في الصورة لكونه يخاف من عودته إلى الداخل، يعني لا. يعني هناك ملفات مشتتة يعني مرتبطة طيب. هذا الشتات الذي تتحدث عنه أستاذ غمدان، يعني ما أسباب الشتات التي أصابت نواة المجتمع المدني الذي تحدثت عنه؟ يعني النواة انضربت، يعني لم تعد نواة يمنية خالصة بقدر ما هي نواة لأطراف صراع، يعني أنا أتحدث عن يعني عن 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 أسماء كبيرة كانت حاضرة في جنيف، يعني تتحدث عن حقوق الإنسان، تتحدث عن في السابق عن محكمة الجنايات التي يعني تم التنسيق لها من قبل ناشطين يمنيين ووصلت إلى البرلمان حينها للمصادقة عليها وغير ذلك من الملفات التي ربما كانت يعني تعزز يعني ملفات حقوق الإنسان في اليمن، اليوم أصبحت تعزز ملفات هذا الطرف أو ذاك، وبالتالي الصراع اليوم في الداخل أروقة المنظمات الحقوقية هو صراع منعكس على الصراع في الداخل، لم تعد منظمة واحدة، لم تعد رؤية واحدة، لم تعد أفكار واحدة، هناك أفكار ذلك يأتي يعني للحديث عن قصف الطيران التحالف على المجتمع اليمني، والطرف الآخر أو الحكومة تحاول أن تبين للآخرين أعمال القنص وأعمال الاعتقالات وأعمال القتل التي يقوم بها الحوثي، وبالتالي هذا الصراع لم يخلق يعني اليوم ملف مشترك، ملف واحد، ملف هام واحد يعني يمكن من خلال الضغط على 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 على, على هذا الطرف او ذاك، وبالتالي اصبح المجتمع الدولي يتعامل مع هذه الملفات على انها ملفات صراع نعم. وليس ملفات انسانيه خالصه. نعم اذا يعني ما حقيقه وجود انتهازيه في هذا المجال استاذ غمدان، يعني ما مدى تاثير هذه الانتهازيه ان وجدت على العمل الحقوقي وعلى القضية اليمنية؟ يعني لم أفهم يعني تحدثت مثلا أستاذة لطيفة عن وجود مجموعة من الانتهازيين أيضا غزوا المجتمع المدني ولم يقدموا القضية بصورة يعني واضحة لوجود فساد ولوجود انتهازية لهذا العمل، ما مدى وجوده إن صح وتأثيره أيضا على القضية اليمنية؟
ربما من يعني من المجحف ان اتحدث عن فساد كامل حول هذا الملف، ليس لسبب معين بقدر ما نحن نتحدث عن الامكانات. اذا كان لدينا اليوم فقط امكانات محدده هي ربما تدفعها لنا المملكه العربيه السعوديه او احدى الدول يعني المسانده للحكومه الشرعيه، فاين الفساد في الموضوع اذا كان ليس لدينا ميزانيه اساسا في الحكومه الشرعيه كميزانيه ثابته بالتالي العمل الحقوقي في الخارج، وبالتالي الانتهازية قد يكون هناك. طبعا هناك، انا لا انكر هذا الملف يعني من خلال قربي من هذا الوساطة اذا يعني اذا جاز التعبير، لكن ايضا نسبة هذه الانتهازية ليست بتلك النسبة التي كان يوجد فيها ميزانيات للمنظمات في الداخل، او يعني اليوم لدينا حتى تلك المنظمات التي كانت ربما تاخذ مبالغ كبيرة كانت توصل الى يعني عشرات الملايين من الدولارات في السنة الواحدة لبعض المنظمات في الداخل، اليوم لم تعد تلك المنظمات قادرة حتى يعني لا في الطرف الآخر ولا في طرف الحكومة الشرعية يعني قادرة على استجلاب كل تلك الأموال للوصول إلى يعني صرف آراء أو تغيير مقترحات في داخل يعني المحافل الإنسانية والحقوقية الدولية. وبالتالي مسألة الانتهازية إلى حد ما ليست السبب الوحيد في ضعف العمل الحقوقي بقدر ما هو يعني عدم وجود إدارة أساسا لوزارة حقوق الإنسان يعني كإحدى الجهات نعم. الممثلة للحكومة اليمنية، إضافة إلى عدم وجود الآن منظمات حقيقية تستطيع أن تفرض يعني بعض المنظمات، أنا أتحدث عن منظمات تحاول نعم. العمل هنا في داخل أوروبا، بس فقط نقطة واحدة، لكن هذه المنظمات لا تستطيع حتى ترجمة تقاريرها إلى اللغة الإنجليزية لعدم وجود الإمكانات. أنا أتحدث نعم. عن الزملاء أعرفهم. شكرا جزيلا لك أستاذ غمدان اليوسفي الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من هولندا. أستاذة لطيفة أنت والسادة المشاهدين اسمحوا لنا فقط بالذهاب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذة لطيفة. أستاذة لطيفة، هناك من يشتكي أن الجهات الرسمية تجير جهود النشاط المدني وتصادره، ما رأيك؟ أستاذة لطيفة؟ أستاذة لطيفة هل أنت معي؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال، سنحاول التواصل بك من جديد أستاذة لطيفة. يعني تحدث الأستاذ غمدان عن جهود ربما تبذل ولكنها ما زالت قاصرة بسبب الشتات الذي حصل لمنظمات المجتمع المدني، وأن كل منظمة ربما تتبع لطرف من أطراف الصراع، وبالتالي يضيع الملف وسط هذه المهاترات، وسط تقديم كل ملف بملف مغاير عن الآخر. إذا عادت إلينا الأستاذة لطيفة. أستاذة لطيفة هل تسمعينني الآن؟ فقدنا الاتصال مرة أخرى. يعني الأستاذة لطيفة ربما مستاءة كثيرا من الفساد الذي سمت منظومة الفساد الذي يعني تواجه الحكومة الشرعية، الترهل الذي أصاب الحكومة بعدد وزرائها. عادت الأستاذة لطيفة؟ نعم أهلا بك أستاذة مرة أخرى. يعني كنت سألتك يعني أن هناك من يشتكي أن الجهات الرسمية تجير جهود النشاط المدني وتصادره لصالحها، ما رأيك؟ يبدو لي أن هناك خلط، يعني خلط بالفهم في بالنسبة للحكومة الشرعية كونها خرجت من رحم وضع أو نظام غير ديمقراطي، ما بين وهو الفاصل ما بين العمل المدني والعمل الحكومي. قد لا يكون تغيير بقدر ما هو سوء فهم أو عدم إدراك مدى أهمية العمل المدني المستقل عن العمل الحكومي. على سبيل المثال، أن كما قال أو كما كان يطرح الأخ غمدان، أنه ليس هناك مثلا فساد في الملف الحقوقي، ليس بالضرورة أن الفساد هو يكون فساد مالي، إنما الفساد قد يكون في إبراز الأشخاص الغير ذي الكفاءة، عدم وجود استراتيجية وعدم وجود خطط. الخلط اللي تحدثنا عنه، الخلط الحكومي ما بين العمل المدني وبين العمل الرسمي، عدم منح العمل المدني الوسائل والأدوات والدعم الكافي لإيصال رسالتهم.
من هذا المنطلق أقدر أستطيع أن أقول أنه نأمل، وهذه رسالة الآن ندعوها، لأننا نحن في العام الثالث الحرب، والطرف الآخر يتحرك بأريحية وتفتح له الأبواب، وإن كانت هناك معادلات أخرى على سبيل المثال، يعني لا ننكر أن المعادلات الدولية بما فيها انحياز الليبرالية الغربية إلى جانب المنظمات الأخرى كونها بعداء تاريخي مع السعودية، هذا عامل، لا ننكر أن الوضع الدولي أكثر تعقيدا مما هو على السطح، لكن هذا أدعى أن الحكومة الشرعية تجير كل ما لديها من أدوات وإمكانيات لإيصال القضية اليمنية. نعم، إذن ما تأثير هذا الخلط أستاذة لطيفة، تأثير الخلط بين العمل السياسي والحقوقي أمام المجتمع المدني يعني الدولي؟ هو عكس، يعني النتيجة النهائية أن هناك عجز وهناك قصور في إيصال الرسالة، أن المجتمع المدني بما فيها الناشطين بما فيها الصحفيين بما فيها البرلمانيين لا يتحركون في الاتجاه الصحيح. على سبيل المثال أنا أسأل بسؤال مباشر للبعثة اليمنية وللسفارة في نيويورك وفي في 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 واشنطن في دي سي، حتى الآن لماذا لا تقدم هناك شهادات في داخل الكونغرس أو تقدم شهادات في مجلس الأمن من تعز الذي هي المدينة الأكثر تقديم للثمن في خلال الحرب، لماذا لا يقدم المختطفون مثلا يقلب من داخل اليمن؟ لن يكون العائق كما يسوق لنا الذي هو العامل المادي. العامل المادي هناك عبث، ونحن نعرف ان بما انه معنا 24 ومعنا مش عارف كم وزير، فان يجب ان تسخر هذه الماديات لايصال القضايا الاساسيه والاولويات الاساسيه التي ربما تنجز او تساعد في خراجنا من المحنه التي نحن فيها. نعم أستاذة لطيفة، يعني إذن النشاط المدني ربما يعني هل أود أن أسألك، هل يخضع لإملاءات فوقية من قبل السلطة الشرعية التابعة للشرعية؟ لا شك أن هناك تدخل سافر. لنأخذ مثلا الدورية السنوية لجنيف، أنا أسأل بشكل مباشر سؤال واضح على ما هي الأسس وما هي المعايير اللي يتم اختيار ممثلين المجتمع المدني والمنظمات المدنية في داخل جنيف. عامين وهنا نفس الصور المتكررة، نفس الأشخاص المتكررين ونفس الأداء السيء الذي لم يصل لحد الآن. إذا كانت نفس الأدوات لم تصل الرسالة، لماذا لا يتغير المنهج؟ لماذا يتم استراتيجية في استدعاء أكثر أشخاص أكثر تأهيلا وأكثر قدرة على إيصال الرسائل أو على إيصال القضية الحقوقية لداخل المجتمع الدولي؟ في داخل أمريكا حتى الآن لعامين متكاملين ونحن في العام الثالث، ما زال الرأي العام الأمريكي حتى الآن ينظر إلى اليمن كدولة معتدى عليها من قبل الشرعية. نعم. يعني ليست هذه كارثة بكل المقاييس. أن نعرف المجتمع الليبرالي هنا كان يجب أنه من السفارات أو كان يجب من الحكومة الشرعية أن تعمل خطة على الأقل لغزو المجتمع، ولا نقول لغزو لكن نقول لاختراق المجتمع الأمريكي وتكوين رأي أن ما يعاني منه الداخل ليس بسبب السعودية وليس بحرب السعودية. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذة لطيفة علي الناشطة الحقوقية، كنت معنا عبر الهاتف من نيويورك. وأذهب إلى الأستاذ نبيل أسيدي عضو مجلس نقابة الصحفيين من سويسرا. مساء الخير أستاذ نبيل. مساء النور والعافية. أهلا بك أستاذ نبيل. برأيك هل هناك اهتمام أو سند لمنظمات المجتمع المدني العاملة في الخارج من قبل الجهات الرسمية؟ طبعا أحب أن أوضح إلى نقطة رئيسية تعقيبا على العزيزة لطيفة علي في وهي مسألة علاقة المنظمات المجتمع المدني بالحكومة. أعتقد أن هناك يعني توازي وليس تداخل بين العمل الحقوقي والمجتمعي ودور الحكومة. المنظمات المجتمع المدني هي منظمات غير حكومية ولا ترضخ للحكومة، وعملها حقوقي بحت، وبالتالي لا يحق للحكومة لا التدخل لا في اختيار أعضائها ولا التدخل حتى في القضايا التي تطرحها. هناك هذا جانب مهني وحقوقي على المنظمات المجتمع المدني العاملة في الميدان أن ترصد كافة الانتهاكات وتؤازر الضحايا ويعني أيضا ترصد يعني من قاموا بهذه الانتهاكات وتقديمهم للمجتمع الدولي. وهناك خط متوازي آخر تقوم به الحكومة من خلال تقديم الحكومة ودورها لدى المنظمات الدولية. على الحكومة للأسف الشديد غائبة غياب كلي وكبير في الملف الحقوقي، لم نقل السياسي، إذا لم نقل أن هناك تقصير في الجانب السياسي، ولكن في الجانب الحقوقي والإنساني
ويعني هناك غياب رئيسي كبير. مثلا أضرب لك بعض الأمثلة، وزارة حقوق الإنسان التي تعتبر هي الآن وزارة رئيسية في خلال مرحلة الحرب لم تقدم تقرير شامل وكامل خلال الفترة الماضية، وقدمت تقرير قبل 3 أشهر تقرير مصغر عن حالة حقوق الإنسان، وهذا ما اعتبر إيجازا في حينها، ولكنه تقصير حاد وكبير. بالإضافة إلى كافة الوزارات، وزارة الصحة إلى الآن لم تقدم أي تقرير عن الوضع الصحي الشامل في اليمن وحالته للمنظمات المجتمع للمنظمات الدولية المعنية بالجوانب الصحية. وزارة الإعلام تحدثت عن استراتيجية للإعلام خلال الفترة يعني منذ انطلاق منذ الحرب وحتى الآن، ولم نسمع إلا سوى تصريحات إعلامية. هذا هناك عجز شديد، إلى الآن لم تقدم الحكومة أي تقرير تفصيلي عن الوضع الإنساني والحقوقي في اليمن سوى بعض التقارير المنفصلة للجنة الإغاثة ذات الطابع الإغاثي أكثر من الجانب الحقوقي. لا يوجد رصد لتلك الانتهاكات بدقة وفق الآليات والمعايير الدولية التي تتعامل بها المنظمات الدولية كالهومان رايتس وغيرها ومجلس حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات المعنية بالحقوق الإنسانية. هناك تقصير واضح في تقديم الانتهاكات الكبيرة التي يتعرض لها أبناء الشعب اليمني إلى المنظمات المجتمع الدولية وإلى الأمم المتحدة. من سبب هذا التقصير أستاذ نبيل؟ يعني هل المنظمات تعمل بمعزل عن الجهود الرسمية وبالتالي هنا غياب تنسيق؟ كيف يمكن أن نفسر هذا التقصير؟ أعتقد أن هناك غياب تنسيق ربما شبه كامل ما بين المنظمات المجتمع المدني والحكومة الشرعية والحكومة بشكل عام، بالإضافة إلى أن هناك يعني لابد أن نفرق ما بين عمل المنظمات المجتمع المدني التي يجب أن ترفد بالمعلومات تسهيل مهمتها وأيضا تزويدها بكافة الآليات والتواصل مع مختلف أجهزة الدولة للحصول على المعلومة، إضافة إلى انعكاس الوضع السياسي وآلية الحرب الحاصلة في اليمن على الوضع الحقوقي، وحاولت تصنيفه أو تغييره إلى بعض الجهات أو محاولة إلى بعض الآراء أو بعض التوجهات، وهذا يضر بالضحايا. أخيراً أستاذ نبيل، نعم، يعني المجتمع الدولي لديه ربما خطين، خطا متوازيان، الأول التعامل مع الهيئات الرسمية والآخر التعامل مع الهيئات المدنية. برأيك أي الجهات تراه حاضراً في القضية، في طرح القضية اليمنية؟ إذا تحدثنا عن طرح القضية اليمنية كقضية سياسية فهذا أمر يخص المجتمع، يخص الحكومة ودورها السياسي ودورها عبر سفاراتها ودبلوماسيها وأيضا عبر وزرائها وسياسيها. في الجانب الحقوقي يعني في الجانب الحقوقي هناك لا يعني يجب أن يكون هناك تكامل من خلال الحكومة يعني في تقديم رؤاها الجانب الحقوقي والإنساني فيما يخص القضية الحاصلة. التقصير في القضية اليمنية برمته تقصير شامل، لا يوجد رؤية يعني أو إطار عام للقضية اليمنية سوى أن هناك حربا تدور في اليمن بين مجموعة أطراف أو حربا تقودها السعودية على اليمن. هذه من منظور لدى المجتمع الدولي، ليس هناك آلية تشبيك مع المنظمات الدولية وتزويدها بالمعلومات بشكل دائم بما يتوافق مع آليتها. أيضا هذا التأثير السياسي من خلال لقاءات ببرلمانيين وسياسيين وأعضاء في مجالس الشورى وأعضاء في منظمات يعني لتقديم وطرح يعني آرائهم، لقاءات بالمقررين الخواص المعنيين بحقوق الإنسان بالتعزيز بحق المرأة بحرية الرأي والتعبير. هذه كل هناك آليات كثيرة للمجتمع الدولي يعمل بها ويوثق هذه الانتهاكات. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ نبيل الأسيدي عضو مجلس نقابة صحفيين، كنت معنا عبر الهاتف من سويسرا. أشكر لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.